السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكم في فيديو جديده على كيفاش واحد التلميذه اللي كانت عاودت الباك، من تلميذه عاودت الباك الى انسانه تخرجت بجوج لي ماجستير، واحد مغربي سلاش فرنسي وواحد امريكي. في هذا الفيديو ان شاء الله عدنا مرة أخرى. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم، على لي كومونتير زوين ديالكم، على اللايكات وإلى آخره. شكرا بزاف، هذا الشيء كيعني ليا بزاف. I really 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 appreciate it. سمحوا لي بزاف أنني غبت عليكم في هذا رمضان، كما كتعرفوا الإنسان كيكون مشغول. صراحة كان صعيب عليا أنني ندير فيديو كل يومين ولا ثلاث أيام، وغبرت فغيما. على أي اليوم الموضوع ديال اليوم؟ الموضوع ديال اليوم هو كيفاش مهم بصفة عامة. الفكرة العامة هي أنه التجارب اللي إحنا كنشوفهم فاشلة ربما يكونوا هما اللي غيبنيو واحد الإنسان اللي ناجح. أوكي، فمثلا التجربة الخاصة ليا كما كاتبة لكم في العنوان، أنه من تلميذة عاودة الباك إلى خريجة يعني جوج لي ماستر، ماستر فرنسي سلاش مغربي وماستر أمريكي وبزاف د الحوايج اخرى. المهم علاش انا درت هذا الفيديو وعلاش بغا نبارطاجي تجربه الفشل ديالي معاكم؟ لانه الى جاء اي انسان، الى جينا كلنا حنايا، وهذا الشيء اللي كيديروه للاسف اغلبيه الناس، حتى واحد ما كيحط ماشي حتى واحد، ولكن قليل اللي كيحط تجارب اللي ماشي فخور بهم في الحياه ديالو، خاصة في المدرسة في المجال العمل، وهذا الإنسان ما كيرضاش. فكي الأغلبية ديالنا حنايا بطبيعة الإنسانية كنبغيو نبينو غير حاجة زوينة، أنا مثلا مدير في فلان البلاصة الفلانية، أنا دكتور كذا كذا، ولكن حتى واحد ما غادي يقول أنا مثلا whatever، يعني واحد الحاجة اللي هو ماشي فخور بها. حتى أنا كنت مترددة قبل ما نحط هذا الفيديو، ولكن قلت أنا دائما كنسول راسي شنو هي النيه ديالك، what's your intention. انا النيه ديالي هي اي تلميذ ولا تلميذه عاود الباك وشاف هذا الفيديو يتحفز، يبكي ليه مع راسه واحد شويه، يطلع ليه الدبره، اش عادي عادي عادي، يخرج هذاك الطاقه السلبيه وهذاك البكاء، اتس اوكي كاع بكينا، ومن بعد غينوض غيتقفض وغيمشي ثاني يكمل المسار ديالو، وما يخليش الهضرة ديال الناس طيحوا. غنقول لكم انا القصة ديالي، يعني اش غنقول لكم، يعني نقدر نقول لكم في المسار الدراسي ديالي واحد 80-90% كنت باغمي لي زيتوديون اللي كيقراو مزيان من الاول حتى الاخر، ولكن واحد 80% هذا بحال قلتي عامة، هذاك 20% ديالاش 20% سقطت فيها في الباك، 20% مره مركزه على المدرسه، مره لا، مره بعد المرات كتقول وصافي انا هذا العام باغي غنجح، صافي انا العامات الاخرى كنت باغا نجي زعما نجيب مزيان ونكون باغمي لي ميور وهذا، ولكن كاينين شي عامات اللي كتقول الساعات لله، هذا الشيء طلع ليا في راسي خليني غنجح حتى العام الجاي ونقرا مزيان. ففوالا هذيك هي 20% من حياتي. فالمهم بصفة عامة نقول لكم الحافز اللي كان كيخليني أنني باغا نقرا وباغا نخدم وباغا نجح وباغا ندير كارير إلى آخره، صراحة والدي، ماما وبابا تغربوا علينا في ليبيا ملي كنت أنا، اش غنقول لكم، أنا في ليبيا بقيت فيها 3 سنين، ملي عندي تقريبا 6 سنين 9 سنين I think، من بعد جابوني للمغرب باش نكمل قرايتي ورجعوا من ليبيا. أول مرة ما شفتهمش 3 سنين، يعني المسائل الماديه وزيد بزاف الحوايج كان صعيب عليهم، انا بقاو غاديين جايين باقين جون، يعني والدي صغار بزاف، ماما ولدتني ملي عندها 20 عام تقريبا، بابا كبر منها بشي 3 سنين، فكانوا فريمون باقين صغار. على اي المهم انا كنت حاسه بالذنب لانهم اي حاجه حليت عليها فمي، لانه لاخوتي كيجيبوها لينا، بغيت بيكالا جابوا لك بيكالا، بغا لك موتور جابوا لك موتور، بغيتي يعني احسن الالعاب، وخا كنت كنحس شويه بالوحده لانهم بعاد وصافي، وليت من النوع اللي غير ساد عليا كنقرا بوحدي وهذا، وما عنديش بزاف لي زامي شويه قليل، يعني ما كنت من النوع، وباقى فيا القاعده يعني كيعجبني نبقى عايشه العالم ديالي بوحدي، نقرا كتبه نخرج، لدرجه ان بقات فيا حتى دابا انا جو بريفير نمشي للكافي نمشي بوحدي، ولا نسافر بوحدي، كيعجبني نكون مع الناس، ولكن الا كنت بوحدي حتى هي اي انجويد.
ما علينا. فهما صراحه بقاو يعني بقيت بعيده على مي بارون انا وخوتي، سيرتو انا حيت انا الكبيره. ملي يعني ايماجي ملي عندي 9 سنين حتى طول عمري تقريبا، حتى تقريبا 20 عام، حتى درت تقريبا 20 عام، هما غاديين جايين غاديين جايين، فما كانش دائما 100% معاهم يعني بشكل طبيعي. اوكي، هذا الشيء خلاني لدرجه انه حتى ملي كانت الحرب في ليبيا، ملي كان القذافي كيجريو عليه وهذا، كانوا تماك مساكن وحلو. وشنو هو اللي خلاهم؟ بابا الخدمه ديالو تماك مزيانه، وصعيب انه يخلي كل شيء يعني 20 عام تقريبا ولا 22 عام ديال الخدمه عنده الناس ديالو هذا، كان صعيب انه يخلي كل شيء. فكانوا مساكن وحلو وكانوا الصواريخ كيطيحوا حداهم وركشي، ومع ذلك جلسوا لانهم باغين يقريونا ركشي اللي ما داروا، اللي ما قدروش والديهم يديروه ليهم داروه لينا حنا. فكانوا بزاف صراحة. الانسان ماشي غير كيجي وكيوصل لواحد المكان، فخاصك اي شخص شفتيه راه دار شي حاجه مهما كانت بسيطه، راه وراه واحد الوالدين واحد العائله اللي مساكن، ربما كياكلوا خبز واتاي باش هذاك الدري صغير ياكل شكلاط ويشري من لي مارك ويشري احسن حاجه. ف فوالا، تحيه ليهم، الله يخليهم ليا يا رب العالمين. وكنتمنى من الله، باقا ما درنا لهم والو هاد الساعه، ولكن كنتمنى من الله يرزقنا ونفرحوهم كما وصلونا وقراونا وتعذبوا علينا، الله يسمح لينا من الوالدين. على اي، فالحافز ديالي انا كان هو والدي، انني كنقول كشي اللي ما داروش لنفوسهم داروه ليا، دخلوني لي مدرسه ربما يعني من ورا الباك كانوا كيدخلوا ليها غير الناس الاثرياء ديال المغرب، ويعني الحمد لله هما مع الوقت هما ماديا ولاو احسن. ولكن هذاك كاين فرق ما بين الانسان اللي ولا ماديا احسن انه تعذب وتغرب على ولاده ولبس اللي كان باش ولاده يلبسوا احسن لبس، والانسان وزعما عطاه الله واحد رزيق، ولا واحد اللي تبارك الله كانت سهله جالس ما تعذب ما حتى حاجه، ربما ورث ولا شي حاجه. على اي، الله يسهل على الجميع. anyways، فانا كانت هذاك هو الحافز الاول ليا، لانني دائما كنحس يعني مهما قريت ومهما هذا دائما كنحس براسي انني مقصره وما كراش ما عادش غندير، لان ما داكشي داروه ليا ما نقدرش ندير منه حتى الربع، وكنتمنى انني نقدر وخا شويه. على اي، في الباك اش وقع لي في الباك؟ المهم كان بصح صراحه بزاف المشاكل، كانت في كازا كانوا واحد الاساتذه الله يهديهم، كان صراحه داخله متحفزه، وانا ممكن النوع اللي نبقى نجاوب استاذ استاذ ونطلع بغا ندير بغا نفعل هادشي، علاش صراحه خاص البوبليك خاصو يتصحح. لكن كاينين شي اساتذه صراحه ماشي كلشي ولكن منهم بزاف ظلمه، وكاين واحد النوع بعد ملي كنت كنقرا انهم الا ما درتيش عندهم السويع كيوليو ضدك، انهم كيبغيو يبينوا لك يبرهنوا لك انك نتايا ما كتساوي والو بلا هذاك السويع اللي عندهم. انا ما كنتش باغا ندير السويع في هذاك الباك الاول ديالي، كنت الحمد لله كنقرا مزيان، كنجيب مزيان 15 16، كنجيب مزيان، وكانوا صراحه هرسوا لي الجناح فيما كان بغينا مثلا نجاوب ولا شي حاجه، كيبقاو يضحكوا عليا قدام التلاميذ، اش كيصحاب ليك انتيا عند ملي كديري السويع شكون، فهمتي؟ المهم هرسوني بالجهل لدرجه انني ما بقيتش باغا نهضر كاع، لانه باش ما ايماجين الاستاذ كيضحك عليك وكيخلي القسم كله كيضحك عليك، اشاك فوا كتدخل قلبك كيترعد. المهم هرسوا لي الجناح، ومن بعد فوسط يعني العام يلاه الربع ديالو وعرفتوا الباكي باش داير الدروس مترابطه وخاصكم تخدموا وكون داكشي داير مزيان. فوسط يعني قرب وسط العام تحولت لاسفي، قلت لماما مستحيل نبقى عند الاساتذه، نحاول نمشي لمدارس اخرى. ما علينا، الدروس الاخر الاولين مشاو عليا لانني صافي وليت انا غير فداك ستريس واستاذ غيضحك عليا اليوم ما عادش. المهم كوم سا واز فيري، كانت المساله صعيبه بزاف، وان بليس والديا ما كانش معايا كوم دابيتيد، كانوا في ليبيا كاينه معانا جده. صافي هضرت معاهم في التليفون قلت لهم والو انا غنمشي لشي بلاصه، قالت لي قالوا لي صافي سير لاسفي، اسفي كاينه خالتي مليكه الله يحفظها وخوالي تحيه ليهم، تما مساكن لعبوا واحد الدور كبير في قرايتي وبزاف الحوايج ما عمرني ما ننسى خيرهم. المهم مشيت لاسفي لقيت الناس افونسي يعني شادين معاهم، يعني شادين من الاول نفس الدرس، وانا اصلا فين وصلت كانوا الدروس بحال قلتي في الوسط، انا الاولين ما فاهمهمش، بقيت درسي لوحدي درس وهذا، جاتني استدراكيه ما علينا صافي. ما المهم عاودت الباك تو سامبلومون، عاودت الباك ما نكذبش عليكم، هذه كانت أسوأ تجربه الفشل ديالي. وشي ناس من العائله الله يهديهم يا ربي من هذا المنبر، وانا متاكده انهم كيتفرجوا حتى هما الله يهديهم. واحد الحاجه يعني كاين واحد النوع
عرفتوا عبر المرات العائلات بيناتهم، مثلا ربما انت والديك كيتعذبوا عليك وهذا تهما سي نورمال يكونوا فخورين بك، رجاء تبقى مزيان، رجاء هذا العام جات الاولى، رجاء هذا العام جاب 17 18 واتيفر. واحد الحاجه شوفوا نصيحه للوالدين، عافاك ما تبقاوش فعلا كتكونوا فرحانين بولادكم وباغين تبينوا ولادكم شوفوا ولادك يجيبوا هذا وتبارك الله، ولكن هذيك القضيه ما بين ولاد العام ولاد هذا خايبه. مثلا كتلقى واحد مثلا كيقرا مزيان وهذا كي باه كيقول لا فامي تما الوالدين كيمشيو لولادهم وشوفوا نتايا ما مزيانش، كون شتي بنت عمك كون شتي بنت خالك كون شتي هذا، فكتولد واحد العداوه فابور. فسي نورمال هذاك اللي كيجي عنده باه دار ليه الطياره كل نهار على قبلك غيولي يشوفك غتولي واحد الحساسيه على اي فا المهم هذه شي حاجه اجتماعيه طبيعي الله يدي ما خلق. ف هذاك ملي عاودت هاك الباك كان بزاف الناس كما كنقولوا بغاوها فيا، رغم انني ما درت لهم والو، انا كما قلت لكم من داك النوع سادة على راسي، كنقرا ما كنهضر مع احد، ما فهمت يعني ترونكيل، ماشي مشي واحد اللي جيت انفولد يعني تبقاي تهضري مع هذا تهضري على هذا، ما مسالياش كندير في قرايتي وكتبتي وصافي. ويدي مساء كان فرحاني بيا فيما جبت شي نقطه مزيانه كيقولوها لكل شيء كيفتخروا بك which is normal يعني شي حاجه اللي عاديه. فمثلا ملي عاودت هذاك الباك كل شيء ولا يضحك عليا في العائله، ايوا راه هذيك راه دابا واحد النوع ديال الناس نهار كتجي واحد سينو مال هذه الحياه، راه ماشي انسان غيبقى دائما كيقرا مزيان، ماشي انسان دائما غيكون من الاوائل، ضروري غتجي شي وقت اللي غطيح ما يمكنش. ولكن دابا حنايا واحد الحاجه عندنا في المغرب بزاف الناس الله يهديهم، الحاجه اللي كتعجبني في الميريكان الا نجحتي واحد النجاح قد هكا كيرجعوا لك قد هكا، كتفرح كتولي تحس براسك حتى شي حاجه وكتبغي تزيد لقدام. والا مثلا نفرض سقطتي هنايا كيسقطوا حتى خمسة المرات عادي، تيك يور تايم يو كان دو ات نيكست تايم، صافي خذ وقتك في ما جبتيه. ولكن اللي كيشد مثلا شي بروغرام ديال العامين كيشدوه على 5 سنين وهاني نهار ينجح يفرحوا به ويجيبوا لي الحلوه وكأن شيئا لم يكن. انا لا شي كيضحك عليك شي ولا كيعيط لوالديه وصافي راه ديك راه غير راح انت غير السويع الا درتهم واحد المره في 4 سنين صافي محسوبين عليك. كيولي الانسان هذاك كتحس بان هذاك المسيره ديال نجاحك في قرايتك كامله وهذاك المسؤوليه اللي حياتك كامله وانتي وهذاك ليماج اللي كتحاول تحافظ عليها ديال رجاء التلميذه داخله في راسها ما هذا كتخرب قدام عينيك، فكتحس بان بزاف الناس غير بوحدهم يعني ما درتي لهم والو، منهم الجيران كتسمعهم يهضروا، منهم العائله تسمعهم يهضروا وي وصافي صافي يعني مات ليها الحوت وصافي تاع ما داك صدعونا كل مره بنتي صافي دابا ما مشات عليها غمامه. ولكن شوفوا الخير فيما اختاره الله، انا ملي تبغي يكون هاريت وكل شيء ولكن خليت هذاك الباك يكون حافز ليا انني هذاك الناس كاملين اللي كانوا كيضحكوا عليا غنفوتهم كاملين يعني دراسيا اوكي. فنشوف قلت لهم يعني شوف احسن واحد فيهم فين وصل ولدو غندير احسن منه and you will see، لانه كيقول لك غيغا بيان كي غيغا لو ديرني، كيقول لك غيغا بيان كي غيغا لو ديرني. وانا كنامن القضيه يعني دوسمو مي سيغمو، انا النوع اللي كنمشي بشويه ولكن كنمشي بعيد ان شاء الله يعني بمساعده يعني شنو نقول لك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا هو الايمان ديالي يعني ماشي بالضروره نبان عليك واعره سيغ بلاص، ماشي بالضروره غنجي للقسم ونكون اوعر وحده، ولكن بشويه عليا دقه 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 ما غنستسلمش. وفي لو لون تيرم ديك الساعه غتشوف واحد صراحه انا شخصيا ماشي كندير شي حاجه باش تو امبرس بيبل شوفوني فين وصلت، ولكن هكاك انا كنبغي ننجح لانني والديا تعذبوا عليا ما عاشوش الشباب ديالهم ما عاشوش بزاف الحوايج باش اننا نقراو، فانا لو مينيموم اللي نقدر نديرو انني نقرا مزيان اول حاجه. ثاني حاجه نبين لهم ان هذوك الناس اللي كانوا كيهضروا كيقولوا لهم راه ولادكم راه كيف والو راه ضربتوا عمركم في الغربه على والو، نبين لهم بلا دي ار رونغ دي ار معناها خاطئين. فما علينا انا صراحه شوفوا زعما الخير فيما اختاره الله، انا البروميير غان العام الاول اللي درت فيه الباك بابا وماما كانوا يعني كانوا مزيرين ماديا، كان مستحيل يدخلوني شي مدرسه كبرى يعني انا كان الحلم ديالي ندخل شي مدرسه اقتصاد شي حاجه اللي فريمون واعره في البلاد، المهم لا شويم لا خوين لا اسكا من هذا النوع ديال المدارس. وكما كتعرفوا هاد المدارس غاليين بزاف يعني اقل حاجه باش تدخل المدرسه من هذا النوع اليبوك في 2008 5 مليون 6 مليون العام، وإلا خلصتي شهر بشهر كطلع لك في 7 مليون العام 5 سنين. فكان مستحيل بابا يدخلني في مدرسة ما كنا
في البروميير اني اش وقع من اللي عاودت انا الباك. اول حاجه تعلمت بزاف الباك الثاني جوت في المراقبه جت فيها تقريبا شي 18 سنه الاولى في المدرسه اللي كنت نقرا فيها. وكل ما كان في الجهه الوطني كانت غير واحد الفيزيك كنت واحد الدرس ما كانش راجعاه مزيان هو اللي هودني وجد تقريبا 14 في الموين مي ابارسا كنت غنجي فريمون واحد النقطه اللي خياليه. ولكن الحمد لله يعني العام الثاني ديال الباك قريت فيه مزيان درت فيه كملت على اللغه الانجليزيه مزيان سونتر امريكان والديا داروا معايا جميع كلشي يعني قريت مزيان حتى انا ركزت في القرايه مزيان وحسيت انك شي اللي قريته فريمون فاهمه ما يعني فهمتيني وليت يعني باخر. وبابا سبحان الله العام الثاني ديال الباك الحاله الماديه ديالو تحسنات بزاف الحوايج تحسنوا فكان يمكن لي يدخلني للمدرسه اللي كنت كنحلم نمشي ليها اللي هي ايس كاي كولد مانجمنت واللي هي دابا معترف بها باي دو هذه معلومه معترف بها في يعني في امريكا يعني ملي كتقرا في الاسكا كتشد ماستر تماك كدير ليه معادله باش تقرا في امريكان كيولي بحالو بحال ماستر امريكا اوكي. فكيعش قلت لكم ماستر فرنسي اول حاجه مهم اسكاي كولد مانجمنت ولا مدرسه اسكا عندها بارتنرشيب ولا بارتناريا مع جامعات عالميه. فملي كتشد الماستر كدير هذيك لا تيز المهم بريزونطاسيون الاخر ملي كدير لا تيز وكل شيء كديرها مع بروفيسور مغربي من اسكا وبروفيسور من مثلا المدرسه اللي خديت منها الماستر الفرنسي ليا ودليل. فالحمد لله anyways يعني كما قلت لكم سقطت في الباك المره الاولى المره الثانيه دخلت لك مدرسه درت دار امريكا درت سيربانتيس او ميم طون سيربانتيس اللغه الانجليزيه. المهم يعني فريمون واش غنقول لكم والله الا واحد حلمت واحد الحلم ملي زعما من ورا ما سقطت الباك وكنت حزينه وكنبكي وكل الناس كيضحكوا عليا وهذا حلمت واحد الحلم بالله كاع الناس صحابي مشاو في واحد بحال واحد الطوبيس وخلاوني وراهم وانا كنبكي اوكي وبحال زعما هما تات افونسا واحد شويه وانا لقيت واحد سكوتر زعما كان سريع وركبته فتهم بزاف وليت كنشوف فيهم اللور كنقول واو زعما بعال بزاف فهمتيني. المهم anyways العقل تاع الصخر فمهم anyways الحمد لله مشيت ساعة دخلت ليسكا عن طريق ليسكا جيت الميريكان خدمت رجعت عاوتاني قريت المدرسه قربت نشد ماجستير امريكي في الغسوغ زيمان خدمت كمديره الموارد البشريه وان ذا بيست از يت تو كام ان شاء الله غنفع الدكتوراه ان شاء الله ان شاء الله الى اخره. فانا علاش قلت لكم هذا الشيء انا بغيت اي واحد اللي اي نوع ديال الفشل اللي كتحس بيه نتايا فشل سقطتي في الباك ضحكوا عليك وات ايفر ما عمرك ما تستسلم صافي خليهم اللي بغى يضحك يضحك راه شوف ملي غتوصل لواحد المستوى اللي عالي جدا راه الناس اللي كانوا كيضحكوا عليك غيوليو يتمناو يهضروا معاك فهمتي ولكن داكشي واخا تا قاعد توصل يعني ما يخليكش انك مثلا شوفوني ضحكتوا عليا شوف صافي انا الا بغيتي نصيحتي ركز في حياتك تمنى لهم الخير الله يديهم وصافي. المهم انك نتايا هذاك السلبيه وهذاك الضحك والتفليه وهذا ما تخليهاش تاثر عليك وان هذاك الشيء بالعكس يقدر يكون حافز ليك انك تكون ناجح اكثر. وكما وقع لي انا كنت نجحت في الباك الاول ما كنتش غندخل لك المدرسه اللي باغا ندخل ليها سبحان الله عاودت الباك بابا زاد لي في الرزق دخلت المدرسه اللي عجبتني وعن طريق المدرسه ليسكا جيت لامريكا خدمت درت الماجستير الى اخره. كون نجحت ربما في العام الاول كنت غندخل مدرسه عاديه والى كثرت كاع غنخدم في شي شركه في المغرب المهم ماشي زعما كيف ما راك النجاح اللي حققته دابا. المهم هذا الشيء اللي كاين كنتمنى انني نكون ما طولتش عليكم بزاف. فكما قلت لكم كيعجبني ماشي غير النجاحات نشارك معكم حتى القصص الفشل وكيفاش يعني شنو هما الدروس اللي تعلمت منهم. فكنتمنى اي تلميذ عاود الباك ولا عنده اي مشكل من المشاكل ما يستسلمش ويعاود او يعني ما يستسلمش قرا وعاود الا كنتي فريمون يعني شنو نقول لك إذا كنتي المهم واحد الحاجه انا بين قوسين القرايه فعلا مهمه ولكن ثاني النجاح عنده بزاف الطرق غير حنايا الطريقه اللي كلير وباينه وكنعرفوا ليها هي المدرسه. اما راه كاين ثاني كاين واحد النوع ديال الناس هنا في الميريكان مثلا كاين اللي كيقرا حتى الباك ولا كيقرا عام ولا عامين ورا الباك وكيتثقف راسو غير بالكتوبه كيشوف شي دومين اللي كيعجبو كيقرا عليه بزاف كيدير شي شركه الى اخره.
مهم، هذه واحد القصة من حياتي بغيت بارطاجيها معكم، وكنتمنى تكونوا تعلمتوا منها شي حاجة. شكرا بزاف على المتابعة مرة أخرى، ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام على رجاء بوان مصطفى. فوالا هادشي اللي كاين، سي يو نيكست تايم، والسلام عليكم.